بسم الله الرحمن الرحيم. اولا تنشكركم انتم زنات النيوز على المواكبه اللي تديروا ديما في الاجتماعات، اللي هي مهمه. هذا الاجتماع اللي هي دوره استثنائيه بخصوص تصميم التهيئه ديال العين الحروده، هو تعلق شهر هذه وشافوه كاع الناس ووقعوا عليه الناس ربما في الدفتر ديال الملاحظات، كلهم راي واحد بانه ما شافوش فيه هذاك الشيء اللي تيخص السكان ديال العين الحروده، وتم الرفض ديالو. بخلال الاجتماع ديالنا اليوم شرحوا لنا المسؤولين يعني المهندسين وهذه التصميم التهيئة من كل جانب، وتبين لنا بانه هذا البلان هذا التصميم التهيئة كيف قلت لهم انا في التدخل ديالي، الا كان هذا التصميم التهيئة ديال العين الحروده راه حنا ما تنشوفوش فيه الناس ديال العين الحروده في كاينين، ولهذا طالبنا اليوم باش يبينوا لنا السكان ديال عين الحروده بما فيهم دور الصافي وحلم الملاكه والكابانوات، بالاخص بهذيك البقعه اللي سموهم ار اس اللي فيها تقريبا واحد 600 هكتار ولا 700، ما هما عندهم تحفظ ما بينوش لنا، ولكن حنا صوتنا بالرفض ديال هذا التصميم حتى يتبين لنا الموقع ديال سكان عين الحروده كافه. بالنسبه للتصميم في المركز فتمت بعض الملاحظات، والملاحظات اللي اقترحت بانه الى جينا الناس اللي زادوهم الطوابق، الناس عدوا دوزيام وتروازيام وزادوا الطبقه كيف تيقولوا الناس، حنا ماشي ضدهم الله ينفعهم تاهما، ولكن خصهم يعطيو حتى الناس ديال دور الصفيح هما خداو ذاك بعين الاعتبار بان البقعه ما تدفوش 90 متر خصها تكون في 100 متر. ولهذا تلاحظوا في جماعات اخرى مثل جماعه الشلالات وجماعه بني خلف اللي عندهم 84 متر واعطاهم اير بليس طرواق يعني السفليه زائد ثلاث طبقات، لهذا خصنا ناخذوا السكان ديال العين الحروده بعين الاعتبار، وتا هما غادي نزيدوهم طبقات، حيت الا ما زادوهمش الناس غتزيدهم عشوائيين، اللهم نعطيهم ويزيدوهم قانونيين وكلشي تيستافد وكلشي هادي. ونقطه اخرى بانه طرحوا بعض الاخوان بانه خصو يكونوا بعد المرافق ديال المنفعه العامه، اقترحنا عليهم باش يزيدونا بعض المدارس بعض البقع اللي بقات فارغه، لحقا المنطقه تتزاد يوم بعد يوم من ناحيه السكان، وحنا عندنا جوج مدرسات ولينا تلاحظوا بانه القسم ولات 54 دري 56 درهم، لا يعقل كيفاش غادي يقرا التلميذ، ولهذا لحينا عليهم باش كاين بعض البقاع ذات منفعه عامه. الاخير ضفنا اليوم بانه المجلس راسل عده مرات بانه كاين واحد المقهى في المسيره الخضراء اللي اقترحنا عليهم باش نلغيوها ونديروا بلاصتها مسجد، لحقاش عين الحروده والكثافه السكانيه ديالها دابا بدون مساجد، وزائد بانه ما بينوش لنا مكان ديال التكوين المهني، لانه بزاف ديال الشباب تنقطعوا على الدراسه وتبقاو تدوروا هكاك خاصهم التكوين المهني، زائد بانه المنطقه كافه كيف يعقل تفكروا في اللي موبل بستة ايطاج 8 ايطاج وما تفكروش في مقبره، لهذا قلنا لهم طالبنا عليهم وتلحوا عليهم باش يعينوا في التصميم التهيئه مقبره زائد مصلى ليوم العيد، وشكرا.